السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم طريقتي اللي كندير الحوت بالخضره، ولكن في المقله ماشي في اللاطه اللي كتجي في الفران. هاد الاكله راه كتجي هائله وكتوجد بسرعه. غير شوفوا الفيديو تبعوا الخطوات، ان شاء الله غتولي هذه هي الطريقه المعتمده عندكم اللي غطيبوا بها الحوت من الان فصاعدا. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساونيش من جنب تابوناو عندي في القناه باش تزيدوا تشجعوني باش يوصلكم اي جديد. عندي هنايا حوته، انا نقيتها مزيان من الداخل وفلحتها على هذا الشكل. عندي في الخضره مطيشه والبصله وبطاطا والفلفله وقزبره ومعدنوس دكدكتهم على هذه الطريقه. عندي في العطريه تحميره، الكمون، الملحه، خرقوم عرق، هذا سكينجبير وليبزار. هاد العطريه هذه غنحتاجها في الخضره وفي الحوته، ما كافياني فيهم بجوج. وعندي هنايا الثومه محكوكه على الطريقه. ناخذ هاد الجبانيه هادي كبيره على هاد الشكل باش ما نكثرش عليا الماء. غادي ندير شويه تاع الزيت البلديه. الا بغيتي ديروا الروميه عادي، كل واحد واشنو متوفر عنده. ندف هذاك الربيع اللي قرط والعطريه كامله. ضفت هاد الثومه هادي. غادي ناخذ غير شويه تاع الماء باش نحرك هاد الخليط يتجانس ليا. انا وجدت هاد المقيله هي اللي غادي نطيب فيها. اللي ما باش يطيب فيها راه يطيب في اللاطه، يديرو في اللاطه ويخشيه في الفران عادي. ندخل فيها هكا العطريه باش هي تشرب العطريه وتجي فيها البنه زوين. انا غناخذ هاد الخضره هادي غنديرها في داك الخليط اللي شات ليا. نبقى على هاد الطريقة تنحس بالخضرة كاملة وصلات هاديك لي قامو. شوية ديال الطاطا نستفها على هاد الشكل باش ملي ندير الحوتة ما تشدش ليا في المقلة. نستف شوية تاع البصلة. وغادي نحط هاد الحوتة هادي هكا على هاد الشكل وغنكمل تستاف ديال الخضره. صافي غندير شويه تاع الزيت البلديه هنايا وغادي نستف هاد الحامض. ايوا وجدتها ساليت، غادي نحطها فوق البوطه على عافيه مهيله. هاد المقله راه ما كتبغيش الجهد في العافيه باش تطيب على خاطرها وباش نحاول قد ما قديت ما نزيدش الماء. بانت لكم بدات كنتنشف، ما طلقش الخضره ما طلقاتش الماء مزيان، زيدوا واحد نص كاس تاع الماء، ولكن من الاحسن ما تزيدوش ليها الماء. هاي كما كتشوفوا هذيك الخضره طلقت لي بوحدها الماء. انا راه دايراها على عافيه مهيله الطبع على خاطر خطره واحد ساعه ساعه ونص. نتوما الا بانت لكم بدات كتشربوا لها هذا ما تخليوهاش تتحرق، زيدوا شويه تاع الماء فين ما تبرد بحال الطاجين تماما. بانت لكم بدات كتشرب زيدوا ليها الماء. المهم انا غادي نخليها تطيب على خاطر. من بعد ما دازت ساعه صافي هاي الحوته ديالي راه طابت، هي الطاطا كما كتشوفوا شربت لي الماء مزيان. صافي غادي نطفي عليها وغادي نقدمها.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحوتة اللي وجدت اليوم. اتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش من جيم تابوناو عندي في القناة باش تزيدوا تشجعوني وباش يوصلكم الجديد.